انسجاما مع رؤية عمان والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، افتتحت رسميا مدرسة داون هاوس مسقط، والتي تعد أول مدرسة بريطانية خاصة للإناث في سلطنة عمان، بدعم من صندوق تقاعد وزارة الدفاع. رعت حفل الافتتاح معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. إبراهيم المحروقية الموقر، وزيرة التعليم العالي، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، وسعادة الحضور الكرام، من رياض المعرفة على أرض عمان الحبيبة، بكل حب ومودة وبأحلى عبارات الترحيب. مرحباً بمن أتانا، أيها الزائر أهلاً، لك في القلب مكانة. United Kingdom and Oman united together in a cause which is wonderful, education. احنا سعداء طبعا اليوم ان نحتفل بافتتاح مدرسة داون هاوس مسقط، وهذه مدرسة طبعا خاصة بالفتيات، وهي طبعا ارتباطها مع داون هاوس بريطانيا المملكة المتحدة. وطبعا هذه المدرسة تملك خبرة لأكثر من 100 عام في مجال التعليم البريطاني للفتيات، وإحنا طبعا في صندوق تقاعد وزارة الدفاع سعداء طبعا بالاستثمار في قطاع التعليم، لأن هذا ينسجم طبعا مع رؤية عمان 2040 ومع استراتيجية التعليم طبعا المضمنة في الرؤية. ونعتبر نفسنا كصندوق تقاعد وزارة الدفاع إحنا جزء من الحكومة، ويسعدنا دائما التكامل مع الحكومة والقطاع الخاص في تطوير قطاع التعليم. Our commitment to deliver the very best for girls now and for generations to come. تتبع مدرسة داون هاوس مسقط من فرعة في بريطانيا التي لديها أكثر من 150 عاماً من الخبرة في مجال التعليم، وما نود فعله حقاً هو أن ننقل خبرة التعليم الممتازة إلى عمان، وهذا يعني أن نقدم خدمة تعليم مميزة ومنتقاة للبنات بما يناسب المجتمع العماني مع دمج خبرة التعليم البريطاني. تضم مدرسة داون هاوس مسقط مجموعة من المرافق لتقديم خدمات تعليمية مميزة، بما في ذلك مركز العلوم التكنولوجية والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى مختبرات علمية عالية المستوى وورش تكنولوجيا التصميم، بالإضافة إلى استوديوهات للفنون الجميلة وأماكن مخصصة للموسيقى وفنون المسرح، كما تحتوي المدرسة على مرافق رياضية وترفيهية. مدرسة داون هاوس معروفة عالمياً، ومعروفة أن عندها جودة عالية في التعليم في بريطانيا، أعتقد تقريباً 150 سنة من الخبرات. واللي حلو في المدرسة أنها تركز على المهارات الشخصية وكذلك المهارات التعليمية، يعطوهم يعني فرص أنهم يكونوا في الواجهة دائماً، وعندهم مهارات مختلفة ونشاطات مختلفة البنت ممكن تساهم فيها غير عن الأشياء الأكاديمية اللي المدارس الثانية معتادة عليها. احنا اخترنا داون هاوس لأنها أول مدرسة بريطانية للبنات فقط، وأيضا يعني عندما قمنا بزيارة المدرسة تفاجأنا صراحة من العدد الأنشطة والبرامج اللي تقدمها هذه المدرسة، واللي من شأنها تحفز البنات، توسع مجالاتهم، توسع اختياراتهم، تمنحهم فرص واختيارات ومجالات عديدة، يخرجوا من صندوق الاحتمالات المحدودة، وبالتالي اخترنا هذه المدرسة. مدرسة داون هاوس مسقط تقدم نموذجا تعليميا حديثا وملهما، ويعتمد في المدرسة منهج كامبريدج الدولي المعترف به عالميا، فضلا عن دراسة اللغة العربية والتربية الإسلامية بطرق استثنائية على أيدي معلمين ذوي خبرات مميزة. ويأتي اختيار مدرسة داون هاوس افتتاح فرعا لها في السلطنة تأكيدا على التزامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة.